نرجع سوا على الاستوديو ومنتابع فقراتنا لليوم، ومثل كل نهار أربعة بتكون حصتنا كبيرة مع السينما يلي أكيد عم بتعدلنا إياها غيدا. رح ننتقل لحتى نتابع سوا. صباح الخير، اليوم حلقة هيك كتير مهمة وعزيزة، لأنه حلقات بتكون متعلقة بصلاة السينما. منحس قديش لبنان عم بيقدر فعلا يحط حاله على الخريطة العالمية بالنسبة للسينما. واليوم أنا موجودة بصلاة أنا كتير بحبهم، واللي هن صلاة الجراند سينماز، واليوم أيضا مع الافتتاح اللي صار مؤخرا للأبي سيفردا ولا الجراند سينماز بأبي سيفردا. اليوم حبيت نرجع نركز أكثر على نوعية الصلاة وأهمية الصلاة، وبالتحديد بدي أحكي اليوم عن الاتيكيت أو طريقة التعاطي والتصرف بكل صالة سينما لكل شخص عم يحضر فيلم. اليوم معي مديرة الجراند سينماز كارلي راميا. صباح الخير كارلي. هاي غيدا، كيفك؟ ودايما دايما بنبسط بس اكون موجودة معكم، وبعتبر انه هيدي فعلا هالصلاة عم تقدر توصل الافلام اللي نحن بنحبها بطريقة مزبوطة وبشكل حلو على الشاشة. خلينا بالاول هيك نرجع نعطي المشاهدين هيك لمحة عن جراند سينماز، وجودها بلبنان، وين صارت موجودة بالضبط، قبل ما نفوت بالموضوع الثاني. أكيد مثل ما بتعرفي نحن صلنا تقريبا شهر افتتحنا مجمع صلاة جراند سينماز بالأبي سيفردان اللي هي بالعاصمة بيروت، وعم نلاقي نجاح ومنفتخر بهالمجمع لأنه هو مميز عن كل صالات عرض بلبنان. صحيح. في عندها قصص غير عن غيرها، ومنقدر نحن نضوي عليها هلا ومنخبرك عنها. اكيد، وهذا الشيء اللي بدنا نحكي عنه اليوم. يعني خمس اماكن فيهم صالات للسينما للجراند سينماز. في بالاول بلشته كان بالاول بالابي سي اشرفيه، ابي سي دبي، وكيف بعدين كبرنا لحتى هلا نحكي عن عدد الصالات كلها سوا. مثل ما حضرتك قلتي بلشنا بالابي سي اشرفيه، مجمع ابي سي اشرفيه، بعدين انتقلنا في عندنا باللاسارينس بمجمع انفي، وبعدين بدي سبوت سايدا ودبي بمجمع ابي سي، وهلا نحن بالخامس مجمع اللي هو ابي سي فردا. وبالخارج، خارج لبنان بالدول العربيه؟ خارج لبنان موجودين بالكويت وبالاردن. وهلا كمان هالسنه نحن كمان بميزنا عن غيرنا انه محتفلين بالسنه العاشره. جراند سينما صارت موجوده بلبنان صار لنا 10 سنين، واكثر شيء ببين بمجمع صالات ابي سي فردا اللي بتميزنا عن غيرنا. اكيد، وهذا اللي عم نشوفه هلا، يعني مثل ما قلتي مع افتتاح الصالات مثلا مثل الفور دي كمان، وهذا الشيء ما كان موجود ابدا بلبنان من قبل. مظبوط، نحن عندنا صالتين بمجمع ابي سي فردا اللي هي الام اكس 4 دي، مميزه عن غيرنا لانه عندها تقنيه الدولبي اتموس، وكمان عندنا الجراند كلاس اللي هي كمان عندها رفاهيه بنقدمها لمشاهدينا ومحبين السينما باعلى رتبه ودرجه عن غيرنا. كم صاله تقريبا عندكم بلبنان كله على بعضه؟ تقريبا يعني بالابي سي فردا عندنا 11 صاله، بالابي سي اشرفيه 7، وبدبي 8، تقريبا اكثر من 30 صاله بلبنان. وبرات لبنان كم صاله بالدول العربيه؟ كمان يعني كلهم على بعض بيوصلوا بحوالي ال 100 وشوي. بسم الله، وهذا الشيء العدد فعلا اللي بنشوفه انه فيها الانتشار الكبير للجراند سينماز. وانا دائما بيلفتني كمان انه اشتغلتوا على امور كثيره كمان مش موجوده بغير صالات، هي ومره حكيناها على الهواء، هي دعم الاشخاص اللي عندهم احتياجات خاصه. مزبوط. عندكم كمان محل يطلع الويل تشير كمان تبعهم، لانه ثلاث ارباع الصالات بيكون فيهم ادراج، يعني اما على فوتتهم او حتى جوا بالداخل. هذا الشيء قديش كمان سهل كثير حضور كل الناس، ما بقى حدا يحس حاله انه هو محروم يروح على السينما. 100% عنده حاجات خاصه. باول وحده ابتدانا فيها بالابي سي اشرفيه، وهلا كان عم اشتغل على المشروع ليطبق بكل مجمع بجراند سينماز، وهذا الشيء اكيد هيك بيبسطنا. اليوم رح نحكي عن موضوع كثير مهم كمان، واللي هو موضوع مثل ما قلت طريقه التعاطي بالسينما او حتى الاخلاقيات بالسينما اللي اشتغلتوا عليها انتم من فتره مع السيني اتيكيت، واللي هو فيديوز عم يقطعوا دائما باول كل فيلم وباول كل، يعني قبل ما نحضر الفيلم قبل التريلرز دغري، بيعبر قديش في اشخاص عن جد بيكونوا مزعجين بالصاله السينما. كيف اشتغلتوا عليها؟ ويعني كيف اي شخصيات حبيتوا تنقوا لانه عن جد بيزعجوا كل الناس الثانيين؟ نحن حبينا نطلع بهالفكره هذا المشروع لانه عن جد مثل ما نحن بنفتخر ونعتز انه نحن قريبين من المشاهدين وبنضوي على قصص بتميزنا عن غيرنا، قررنا انه ليه لا نطلع بفكره سيني اتيكيت من تقدمه جراند سينماز لنفرجي كمان للمشاهد انه انت بتجي بتتمتع بخبره السينما، بس كمان في قصص بنحب تضوي عليها اللي هي الواقع، انه كمان في قصص كثير دقيقه لازم غير مشاهدين يحسوا مع بعض، ان كان لما بيشتروا بطاقه السينما على البوكس اوفيس، ان كان لما بيطلع
بيطلبوا اكل على الكاونتر تبع الاكل او الناطره بالصف، سو كله بيتبع بعضه حتى جوا لما بياكلوا لما بيحكوا لما بيتحركوا كل هذا الموضوع او الازعاج بحب تجمرق. بس كمان بحب بس ادوي عليه انه مش اخذينا بمنظار تكون مش مأذيه، مش مأذيه نيجاتيف، بس حبينا تكون ايجابيه انه هيك شويه ترفيهيه بس لندوي على هذا الموضوع مش اكثر. بالاساس فعلا هدول الامور البسيطه اللي نحن عشاق السينما بتعصبنا بالصاله، يعني هيدي انا عم بعيشها مزبوط، لانه بتشوفي ناس اللي بيردوا على التليفون انه انا بالتليفون برجع بحكيك، طب ما تردوا من اصله، ردوا مزبوط فوتوا بس تفوتوا على السينما، هيدا مكان انا بعتبره مكان مقدس فعلا، خلص واحد بده يعزل حاله يحط تليفونه سايلنت ومش يمسكه كل الوقت حتى لما بيتفرج على مساجاته، لانه هيدا الضوء كمان بيضايق الشخص اللي بيزعج المشاهد. بالضبط هدول كلهم لازم واحد ينتبه لهم، لانه بالنهايه واحد يحضر فيلم هو وينبسط فيه ويبسطه كمان يكونوا موجودين بالسينما. هون كمان لما بدنا نحكي عن هالموضوع، يعني قول بدي حي انا هون ايزك فهد صديقنا، ايزك فهد اللي هو اكزيكتيف بروديوسر، صحيح صحيح صديقنا العزيز واللي يقول نحن كلنا بنلقبه بوند، يعني بقى كمان هون بدنا نقول عريسنا جديد هلا كمان هو وغاسيا كمان بنقول لهم الف مبروك، الف مبروك بقى كمان هذا الشيء نشتغل عليه مع 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 الممثل كمان اللبناني جو اللي هو مزبوط. كمان قدر ساعدنا مزبوط. وهو ملبس يعني لابس الكاركتر اللبناني اللي هو بيكون كمان من ميلة شوي مهضومة مش ثقيل، مشان هيك العالم بس تكون عم تحضرها بتضحك ما بتقول لي شو عاملين وانه اخدينا بطريقة ترفيهية. كمان الانتاجات تبعوا الجراند سينماز اللي هي المجله، مجله تبعت جراند سينماز بتطلع تقريبا بشهرين، كل شهرين بيطلع عدد بشكل مجاني. شو كمان بنخبر عنا المشاهدين؟ هيدي المجله بنحكي كثير شو عم بيصير بصالات جراند سينماز، شو الخبرات القصص اللي عم نقدمها للمشاهدين، شو بيميزنا عن غيرنا، شو في افلام جديده جايه، شو عم بينعرض، يعني مثل كانه بنجرب نكون اكثر قريبين من محبين السينما ونخبرهم نكون سباقين بكل شيء موجود ضمن هيدي نطاق المجله. صحيح وهون كمان هيدا اكيد الجايد هذا اسبوعيا بيطلع كمان العالم بتيجي بتعرف تسال شو في عنا شو عم ينعرض، شو في عنا سبيشال بروموشن كمان بنضوي عليها بالويكلي بوكيت جايد، والحجوزات عم بتكون على على البوكس اوفيس هون على الجيشه، وايضا بيكون عندكم كمان الحجز الاونلاين والحجز كمان على الموبايل اب كمان على الموبايل. جراند سينماز موجوده اون سايت واونلاين، يعني مثل ما بيقولوا اوف لاين واونلاين، على التليفون اذا حدا ما بده يعلق بينطر بالصف بيقدر يحجز من قبل تليفونه او على الويب سايت بالبيت، وبيجي دغري بيفرجيهم رقمهم بيعطوه التيكتس ودغري بيفوت على صاله دغري بيفوت. هون كمان في كمان البوث كمان او اللي واحد بيقدر يعمل مثل تشيكينج اونلاين مثل كيف بيعمل بالمطار يعني. وفي عندنا كمان شغله بحب هيك ضوي عليها اللي هي الاي كيوسك اي اورورا، هيدي كثير سبيشال انه المشاهدين ومحبين السينما بحبوا يتصوروا مع ممثلين او شي كاركتر من مارفل، يكون يمكن سبايدر مان او هالك، بيقدر كمان يتصور وياخذ مثل سوفينير بوستكارد يعلقها عنده بالبيت. كمان هذا الشيء بحافظ عليه مزبوط، لانه عندكم كثير هدول الجادجتس اللي كثير ناس بيحبون يس الكولكتبلز يعني هدول. وشو بنوعدهم لكان قريبا ان شاء الله للمشاهدين؟ بنوعدهم انه خليكم على اتصال ودائما يعني توقعوا قصص جديده جراند سينماز بتقدمها، ومنوجه لهم تحيه ويجوا يجربوا صالات جراند سينماز مجمعه الابي سي ليختبروا عن جد احدث التقنيات بلبنان. وممكن ينعمل شيء نهار كمان ان شاء الله، هذا الشيء انا كثير بحب اطمح له، قصه انه ينعمل مثل كارت لل
هيدي الشكل مثلا هذا بدنا نخليها مثل سبريز لانه من هلا لقبل اخر السنه جراند سينما حطت له اللويالتي كارد هي هيدي عظيمه كل محبين السينما ايه انا بلاقيها هيدي ايديال لانه عظيمه خاصه لتلاميذ المدارس والجامعات مزبوط. وايضا للاشخاص اللي بيعشقوا السينما مثلي انا وكثير غيرهم أكيد. كمان طيب يلا لكن هيك نقوم نشوف الصلاه نعمل برمه يلا بنعمل برمه يلا ها هيدي صالة جراند كلاس اللي بنعتبرها أفخم صالة بمجمع جراند سينماز أبو سيفر ده إن كان الانتيريورز من اللاكجري تبع الكراسي وكمان عنا الباتلر اللي هو بيجي بيخدم المشاهدين وبيخد منهم الأوردر شو حابين ياكلوا إن كان بوشار أو أكل أكيد ما في شك إنه صالة بتريح والناس كتير بيحبوه بينبسطوا بيتغنجوا بس يجوا عليها كمان مزبوط هلا بنوصل لصالة الام اكس وردي اها اللي هي تعتبر من اهم صالة بمجمع جراند سينماز ابو سيفر ده ليه لانه الام اكس وردي عندها تقنية دولبي اتموس اللي هي مش موجودة غير عندنا بجراند سينماز ابو سيفر ده وبتتميز انه بتشتغل على كل الحواس صوت صوره النفخه الحركه المي كل شيء بتتصوريه موجود بالام اكس فورد وهلا محطوط فيها يعني كمان عرض فيها الفيلم الاوريدي هو بخوف سو بحد بيصير زياده بيعيش الحاله يعني اكيد وهلا في كمان افلام جايه حتنعرض كمان بسبيشال افكتس الام اكس فورد دولبي اتموس اكيد وكلها هيك بصير واحد خلص بحس حاله عايش بقلب الفيلم 100% هيدا اللي كنا دائما نقوله زمان وتخيل واحد اذا قاعد قدام مع فيلم اكشن بلم رصاص أيه. هلا صار مزبوط بيعيش الحاله كلها بيشم الريحه بيسمع الصوت بيسمع بحس بالمي كل هدول القصص صار بحس فيهم فعلا هيدي هون صاله يعني بتعيش الواحد بجو مختلف كمان عن الاشياء الثلاثه بنقول كيف ثلاث اشياء حوالينا بنشوفها هلا صرنا عايشين جوا موجودين كلهم شكرا كثير كارين ثانك يو لك غيدا هيدي كانت محطتنا الأسبوعية المفصلة مع السينما رح ناخد نحن وياكم مشاهدينا بريك إنما طبعا خليكن معنا عالم الصباح رح بيتابع لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت